صدقوني يا بناتي، صدقوني يا أبنائي، أن أذكار الصباح والمساء حصن يتحصن به الإنسان المسلم، فيحفظه الله سبحانه وتعالى من الابتلاءات وما أكثرها في هذه الدنيا. نسأل الله أن يحفظكم ونسأل الله أن يحفظنا أجمعين. لكن لا بد أن يكون للإنسان، للمسلم، للمسلمة وجبة تحصن صباحية ومسائية. حصن نفسك بذكر الله، حصن نفسك بالأذكار، أذكار الصباح والمساء، ما ورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة أذكار الحفظ. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. من قالها 3 مرات في الصباح و3 مرات في المساء لم تصبه فجأة بلاء. الله بيحفظك، الله بيحفظك من الابتلاءات، مفاجأة الابتلاءات لك الله بيحميك منها، الله يحميكم ويحمينا. لكن حصنوا بيوتكم، حصنوا أنفسكم بذكر الله، خاصة أذكار الصباح والمساء. الله يسعد صباحكم يا رب العالمين.